شركه الطاقه، وهي فعلا قنبله طاقه. اعتقد ان هي مناسبه للرياضيين، عندهم انيميا، طاقتهم قليله شويه، مش عارفين حاجه، وفي الفطار جميله جدا، بتخلي اليوم كله كده طاقه ونشاط. وتعالوا نشوف مقاديرها ايه. عندنا كوبايه وربع من الدقيق وكوبايه من الشوفان المطحون ناعم، مش لازم اجيبه مطحون، ممكن اجيب شوفان عادي وانا اطحنه. ربع كوبايه من الكاكاو الخام وكوبايه من العسل الاسود، اربع بيضات وكوبايه زبده طريه، ونص كوبايه تمر قطع، ونص كوبايه مشمشيه قطع، نص كوبايه فول سوداني مجروش، وربع معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره قرفه باودر، معلقه صغيره سائل فانيليا، واتنين معلقه صغيره بيكنج باودر. وده كده كل المقادير. ماشي، هنشتغل ازاي؟ بنفس التكنيك المعروف بتاع الكيكات، ضرب زبده مع سكر، خلط للمواد الجافه، ونبدا شغل. تعالوا نخلط المواد الجافه كلها مع بعض. ادي الدقيق، الشوفان، الملح، البيكنج باودر، الكاكاو، القرفة، ومع المكونات الجافة كمان هخلط الفول السوداني. مضرب سلك، وخلطنا كده المكونات الجافة وجهزناها. هنشيلها على جنب على جنب، ونيجي نشوف المكونات السائلة هيحصل فيها ايه. مع المكونات الجافة احنا ممكن نضيف المشمش والتمر، بس انا بفضل ان انا استنى عليهم للاخر. التمر انا عايزة اقطعه القطع صغيرة خالص، مش عايزاه يبقى كبير، عشان ما يبقاش كده قطع التمر كبيرة في بق حد وهو بياكل الكيكة. طيب خلوه لما يجي وقته، لما اجي اضيفه هقطعه. انا عندي هنا المشمشيه والتمر هضيفهم في الاخر. هعمل ايه دلوقتي؟ هخلط المكونات السائله. عندي الزبده، ومع الزبده هضيف الفانيليا، ومعاها هضيف العسل الاسود. احنا المره دي بنسكر بالعسل مش بالسكر، افيد طبعا واكثر قيمه غذائيه. اللي عنده انيميا العسل الاسود مفيد ليه جدا، زي حالتي كده، فيعني اضافه لطيفه جدا. يلا واحنا في الطريق كده تعالوا ناخد ثانيه نقف نطمن على الكيكه. بصوا ما عندناش اي مشاكل، المية على الهادي خالص، والكيكة عمالة تستوي، وأمورنا زي الفل. بمضرب البيض هنبدأ نضرب الزبدة والعسل. هنبدأ نضيف بعد ما ضربنا، بصوا بقوا قوامهم كريمي خالص، اللون فاتح، وكل أمورنا تمام. هنبدأ نضيف البيض بيضة ورا التانية. بعد ما بنضرب بنلاقي الخليط برضو كأنه فاصل، كأنه مخرز كده.
نقلق ونتخض ونقول ده باظ مننا، لا خالص. اول ما هنحط المكونات الجافه كل ده هيظبط وهيروح لحاله تماما، ومش هنشوف خالص الفصلانه او التخريزه اللي احنا شايفينها دي. فيلا بينا هنضيف المكونات الجافه ونبدا نضرب. جاهز خليط الكيكه، وعايزه اقول لكم ان ريحتها بس يعني تبعث على النشاط والحيويه، ريحه العسل الاسود تحفه. انا لسه عندي حاجتين ما جيتش جنبهم خالص، وهما التمر والمشمش. انا بحب احطهم في نص الكيكه، فهقول لكم انا هعمل ايه. هاخد نص المكونات، طبعا لازم ادهن الصينيه الاول، ودي صينيه الومنيوم فاتوصى وادهنها كويس بزياده. بندهن الصينيه كويس قوي، بالذات ان الصينيه دي فيها تعريجات، فالتعريجات دي لازم نطمن ان كلها اتدهنت زبده، يا اما بنلاقي الكيكه لازقه. تمام، دهنناها زبده كويس قوي، وندخل دلوقتي في المفيد. كل اللي احنا عاملينه النهارده ده بالمناسبه ينفع كب كيكس او كيكس، مفيش مشكله كده وكده كله ماشي. هبدا احط جزء من خليط الكيكه، انا بحب اعمل كده، افرد حبه واقوم جايه بالمشمشيه اوزعها بعد ما فردت الحبه دول، تبقى كده في النص جميله جدا. والتمر نفس الكلام، لو لقيت التمر حتت كبيره اصغره شويه. بالمقص بيبقى سهل قوي. بنوزع، ممكن توزعه على الوش، بس انا بقلق شويه من ان انا اضيفه على الوش عشان احيانا بيتلسع، فيعني ايه بفضل ان انا اخليها في النص. ولما بتحط في النص مع السوا بقى بتنزل وتطلع، ما بتلاقوهمش كلهم صف واحد كده، لا بتلاقوه مختلط وسط الكيكه كويس قوي. طبعا الكيكه دي بالفاكهه الجافه اللي فيها، بالشوفان، بالعسل الاسود، بكل المكونات اللي احنا عمالين نضيفها دي، فهي فعلا قنبله طاقه ونشاط ومفيدة جدا جدا جدا، قيمتها الغذائية عالية جدا. والإضافات دي براحتنا احنا، طبعا ممكن نضيف أي مكونات نحبها في بعض الأشياء، يعني ممكن نغير في الفواكه المجففة، نضيف حاجة، نقلل حاجة، نحط قراصيا مثلا تنفع، عايزة أحط تين مجفف ينفع، مش هيقول لأ. عايزة أضيف شوية توابل، أوكي وماله. عايزة أشيل الكاكاو، مفيش مشكلة. فيعني في حتة برضو ذوقية فيها، تقدروا توسعوا فيها اختياراتكم براحتكم وحسب اللي يناسب ذوقكم. في ناس ممكن تحط فيها بذور كتان، اوكي برضو مش هنعترض على اي حاجه. يلا ناخد بقيه خليط الكيكه كله، هنوزع
وخلاص كده الكيكه التانيه بتاعتنا خلصت. طبعا انا مستعمله صينيه كبيره شويه فهي مش تبقى كيكه عاليه، اللي عايزها عاليه هيقلل الصينيه، ولكني افضل ان الصينيه دي ما تبقاش، الكيكه دي قصدي ما تبقاش عاليه، لانها تبقى سلايس كده لطيفه للفطار خفيفه احسن بكتير من ان هي تكون عاليه. دي كده تالت كيكه معانا النهارده. يبقى احنا كده ايه، ما انا قلت التالتة، قلت تالت كيكه معانا النهارده. ايه ماشي يجوز. فتلات كيكات لحد دلوقتي كلهم اسهل من بعض زي ما انتوا شايفين. الكيكات اللي بالزبده كله انا عارفه هيسالني ينفع نعملهم بالسمنه، ينفع ما عنديش اعتراض، ولكن الزبده هتكون احلى، الزبده هتكون احلى بكتير كمان. ادي تالت كيكه جاهزه على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه، شايفين شكلها يجنن، وهقطع لكم منها كمان اوريها لكم من النص. فدي كده كيكه الطاقه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي. الكيكه اللي احنا عملناها كيكه الطاقه انا بحطها دلوقتي في الفرن نفس الكلام، درجه حراره 180 حراره من تحت، بس الفرن يكون سخن، عندي مروحه توزيع حراره هشغلها. تعالوا كده نديها شويه صوص. نكمل التخطيطة دي، هيبقى شكلها جميل جدا. بس زي الفل، مش محتاجين اكتر من كده. يلا بينا نمسح اي حاجة بس نقصت من طرف الطبق. النهارده تنفع يا كب كيك يا كيك عاديه باي شكل واي صينيه تحبوها، واديكم شايفين النتائج قد ايه رائعه.